90% من مؤسسات القطاع الخاص في لبنان هي مؤسسات متوسطة وصغيرة، تساهم بحوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وإذا كانت الفجوة التمويلية لهذه المؤسسات في الشرق الأوسط تتراوح بين 110 و140 مليار دولار، ولا تتعدى نسبة التمويل المصرفي 4% لهذا القطاع في المنطقة، يمكننا أن نتصور كيف هو الحال في لبنان. في بلد تبلغ فيه نسبة البطالة 25% وتساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 80% من وظائف القطاع الخاص، كان من البديهي أن يتحرك المصرف المركزي إلى اتخاذ المبادرات الداعمة. فأطلق في أغسطس العام الماضي التعميم 331 بهدف تحفيز المصارف الاستثمار في هذه الشريحة من المؤسسات. فعلى ماذا ينص هذا التعميم؟ تحصل المصارف التجارية على تسليفات من دون فائدة من المصرف المركزي، وتستثمرها في سندات الخزينة بفائدة 7%. بالمقابل تستثمر من أموالها الخاصة في رأس مال شركات ناشئة. ويقوم مصرف لبنان بكفالة 75% من قيمة الاستثمار، ما يبقي هامش الخسارة محصورا بالنسبة للمصارف. ومن ناحية أخرى، يحصر التعميم استثمارات المصارف بما لا يتعدى 3% من رأس مالها، على شرط ألا تتخطى قيمة الاستثمار الواحد 10% من 3% المذكورة. من ثمار هذا التعميم مبادرة يو ثينك التي أطلقها بنك الموارد في شهر يونيو الماضي في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك. لنتابع تفاصيلها. يوث إنك هي مبادرة مرتكزة على تعميم 331 اللي أصدره البنك المركزي بآب 2013، واللي بيسمح لأول مرة للبنوك اللبنانية إنها تستثمر برأس مال شركات لبنانية ناشئة بتشتغل بمجال النوليدج إيكونومي أو بمجال اقتصاد المعرفة كما هذا. وهذا نحن كما بنعرف انه هذا شيء كثير مفيد للشركات الناشئه اللبنانيه، وخصوصا للايكونومي تبع لبنان، لاقتصاد لبنان. تعميم 331 تعميم واضح جدا، اللي هو انه الشركه لازم تكون شركه لبنانيه، اي شركه مؤسسه بلبنان يعني اس ال، وبتشتغل بقلب مجال المعرفة بالنوليدج ايكونومي. يعني فيها تكون نوليدج ايكونومي، مش عم نحكي بس كلياته اي كوميرس وكلياته ابلكيشن، بس اي شيء بيقدر. يعني فيك تكوني انت مثلا مصممة ازياء، بس بنفس الوقت مصممة ازياء فيك تكوني سكيلبل، تقدري انت الشركة اللي انت عم تعطيها وتسوقي المنتجات على طريق واسع، تفوتي تعملي اي كوميرس فيها، تفوتي تعملي سايت فيها، يمكن تعملي المهم انه يكون في شيء فيها ديجيتال. يعني هيدي المبادره بحب اقول لك انه هيدي مبادره جيده جدا، مش بس للشباب، للاقتصاد اللبناني كله. هيدي المبادره قدرت تجمع، في عندك صار فند بحدود ال 400 مليون دولار موجوده تنقدر تنعمل انفستمنت ب انتربرينور عندهم افكار ناشئه وافكار سكيلبل. دونك هيدي بتجيب لها دعم مالي لكل الانتربرينور اللبنانية او الشباب الناشئة. طبعا دايما نحن عم نحكي بخطوط النوليدج ايكونومي، وبنفس الوقت بتشجع اللبناني انه يبقى بلبنان وانه يستثمر ببلده. استثمرت مبادرة يو ثينك حتى الآن بشركة واحدة، هي شركة بريسيلا التي تعتمد على التكنولوجيا في بيع تذاكر مختلف الفعاليات. أنشئت الشركة في سبتمبر 2012 واستقطبت خلال سنتين ما يزيد على 120 حدثا، وتمكنت من بيع 10,000 تذكرة دخول، كما ساهمت في المرحلة الأولى بتوفير نحو 30 فرصة عمل. اللي
اللي بيميزنا هو الطريقة اللي بلشنا فيها. بلشنا بطريقة اللي بتسمح للأورجنايزر إنه يبيع من دون أي ريسك. يعني اليوم بفوت عنا على الويب سايت، في جمع مصاري للبطاقات تبعيته وشوي شوي يأكد هذا الفعالية. يعني اليوم أنت بتعمل إيفنت منه مؤكد، بتفوت على بريسيلا بتبيع عدد معين من هالبطاقات، وبس لما ينبيعوا هيدول البطاقات الإيفنت بيصير مؤكد، وبس بيوصل لك المصاري والزبونات بيوصل لك تيكتس. بيسيكلي كنا عم نفتش على انفستمنت، كان صرنا 5 إلى 6 شهور، كان خلص المصريات اللي معنا وكنا عم ندفع لحالنا ماشي على 6 شهور، عم نفتش على انفسترز، عم نفتش على حدا يامن فينا ويامن بالاكومبلشمنت اللي عملناهم، لانه بالفتره اللي اخذنا فيها 76,000 كنا عم نبيع وكنا عم نشتغل بس ما كنا بروفيتبل. بقى كنا عايزين لمستثمر يفوت ويدعمنا، وفجاه اجينا تليفون من الموارد ونحن كنا عم نفتش على 300,000 دولار، 200,000 منهم الموارد عرضوا يفوتوا معنا فيهم، وساعتها مشيت الامور. فتنا تحت السيركولير، بنك الموارد كان كتير مساعد ان ترمز اوف هو الاندستري اللي بدنا اياه، هو البنك اللي بنعرف عنده خبره بهالقصص، سبيشلي استاذ خير الدين شاغل بالاندستري قبل وبيعرف بالضبط هالاندستري وين رايحه. بنفس الوقت ما عرض انه يفوت يتدخل، ما عرض انه يفوت يقول لنا كيف بدنا نشتغل، بالعكس عرض انه يشتغل حدنا ويشتغل معنا. ومن وقتها لقينا انه ما متوقعين منا اكثر من انه عن لقيمه الشركه، وبنفس الوقت نطلع كسكسس ستوري. المشاكل الأساسية هي عنا مثل ما قلنا البوليتكس، الانفراستراكشر تبعيت البنوك اللي عم تتحسن كل يوم بس بعد اليوم معيكة لأشياء مثل باي بال يفوتوا على لبنان، الكهرباء، المي، الانفراستراكشر الأساسية اللي موجودة بالبلد، والمشكلة إنه التلاميذ الجامعة عم يتخرجوا وعم بيروحوا يشتغلوا عند أهلهم أو عم بيروحوا يشتغلوا بشيء كتير خفيف بدل ما يفكروا لوحدهم ويقدروا يعملوا شيء لهم. الحلول بالنسبة إلي حل واحد، يطلع قصة نجاح من الشرق الأوسط، يطلع قصة نجاح من لبنان especially، يطلع حدا عنده شركة كتير صغيرة صارت وبسنة عملت الماسيف سكسس اللي عملوه فيسبوك وتويتر وإنستغرام، لأنه ساعتها رح يصير في awareness للكل ليشوفوا إنه لحظة في potential، ما لازم نخاف، إذا هيدا وصل فينا نوصل. بقى الحل كتير سهل، بدنا قصة نجاح، بقى بدنا بعض entrepreneurs، بدنا بعض investors كرمال نعلي ال probability ليصير عنا قصة نجاح. للمزيد عن تمويل المصرفي للشركات الناشئة ينضم إلينا عضو المجلس التنفيذي ومدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البنك اللبناني الفرنسي إليعون. أهلا وسهلا بك. لماذا التمويل المصرفي للمؤسسات الناشئة في لبنان ما زال خجولا رغم حيوية هذا القطاع للاقتصاد؟ يعني لا شك أنه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي بتشكل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة وخلق فرص العمل وخاصة في لبنان. نعرف نحن أنه بلبنان أكثر من 90% من المؤسسات العاملة بلبنان هون هن يعتبروا شركات متوسطة وصغيرة الحجم، تستقطب حوالي 80% من اليد العاملة اللبنانية. دورة بالاقتصاد دور كتير محفز وتمثل نسبة كبيرة من الناتج الإجمالي القومي، ولكن لسوء الحظ الستاتيستيكس هون الإحصاءات بلبنان اوكي منا احصاءات كتير دقيقه، لسبب ما فينا نعتبر انه النسبه ما قديش النسبه اللي هي بتشكل من حجم الناتج القومي الاجمالي، ولكن لا شك انه بتشكل اوكي نسبه كبيره جدا. هلا من ناحيه التمويل اكيد هناك الحوافز والقروض المدعومه لوضعها مصرف لبنان اوكي، واللي هي كانت البدايه اوكي لتمويل المؤسسات الصغيره والمتوسطه بفوائد كتير متدنية ومقبولة لتنشيط هالقطاع هيدا. وجاءت بعدين ابتداء من سنة 2000 المبادرة اللي اطلقتها المصارف اللبنانية مع مؤسسة ضمان الودايع عبر انشاء شركة كفالات لتدعم هالشركات هودي اوكي. واليوم شركة كفالات هي مولت اوكي قروض، ساهمت بتمويل شركات متوسطة وصغيرة الحجم
مما حفز النمو الإجمالي هون بلبنان. طيب لنتحدث قليلا عن القطاع المصرفي تحديدا سيد إلي، كم تبلغ القروض أو التسليفات لهذه الشريحة من إجمالي التسليفات التي تقدمها المصارف؟ هنا في لبنان النسبة كبيرة جدا بالنسبة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مينا ريجين، تبلغ هون حجم محفظة القروض للقطاعات لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة حوالي 16% من مجمل القروض الإجمالية التي يعطيها القطاع المصرفي اللبناني، وهي نسبة كبيرة جدا بالنسبة للمنطقة اللي موجودين فيها. ولكن حسب مؤسسة التمويل الدولية هناك نقص حاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تمويل هذا القطاع من الشركات، بحيث يعتبر الجاب يبلغ الجاب حوالي 140 مليار دولار أمريكي. صحيح. طيب ما هي التحديات التي تجعل ربما المصارف التجارية مترددة عند الإقدام على تمويل الشركات الناشئة تحديدا وليست الشركات المتوسطة التي تكون قطعت مرحلة الخطر؟ هناك عدة صعوبات تعوق يعني التمويل المصرفي لهذه الشركات. أولا صعوبة الحصول على المعلومات وعدم على المعلومات وخصوصا البيانات المالية والحسابات المدققة. نحن نعلم أن هذه الشركات لا تبرز معلومات الكافية ولا جدوى الاقتصادية الكافية للمصارف لكي تكون على بينة من هذه المعلومات وتكون على علم بما يدور في هذه الشركات لكي تحصل على التمويل المناسب. هذا من جهة. من جهة ثانية هناك معوقات وصعوبات أخرى هي البيئة التحتية التي نعيش فيها التي موجودة هون في لبنان والتي هي ليست كافية كليا لاستقطاب هذا النوع من الشركات وتقوية حجم أعمالها. ودور الدولة هنا أساسي، بحيث يجب على الدولة خلق منطقة اقتصادية حرة وخاصة لقطاع التكنولوجيا لكي تؤثر ولكي تعطي زخما إضافيا لهذه الشركات للبقاء في لبنان وعدم هجرة الأدمغة إلى الخارج. طيب سيد إلي، هل يمكن أن نعتبر بناء على ما تفضلت به حضرتك أنه التعميم الذي أصدره المصرف المركزي 331 يبقى ناقص دون أن يواكبه مبادرات أخرى على صعيد تهيئة البيئة المحفزة للاستثمار أو إعطاء المعلومات الدقيقة التي تحدثت عنها؟ بالتأكيد الأموال الرسامية الموجودة، فهذا التعميم بإمكاننا أن نمول حوالي أن نستثمر حوالي 400 القطاع المصرفي بإمكانه أن يستثمر حوالي 400 مليون دولار أمريكي في شركات في قطاع المعرفة هذا الذي يتحدث عنه التعميم 331. ولكن الأموال ليست كافية لتمويل هذه القطاعات، يجب خلق بيئة حاضنة لهذه الأعمال لاستقطاب الشركات من الخارج ولبقاء الشركات والأدمغة في لبنان. هنا دور الدولة هو أساسي لتسهيل إنشاء هذه الشركات وخاصة في مراحلها الأولى من ناحية خفض معدل الضرائب، مع أنه معدل الضرائب هون في لبنان يعتبر منخفض نسبيا بالنسبة إلى الخارج، ولكن يجب أعطاء التحفيزات الكافية لهذه الشركات. نعم. طيب سيد إلي، أنتم في البنك اللبناني الفرنسي تحديدا، سريعا لو سمحت، كيف تقومون بدعم هذه الشريحة من المؤسسات، وهل تتخطون الشركات الناشئة رأسا إلى الشركات المتوسطة أم لديكم مبادرات في تمويل سيد فاندينج أو البذرة كما يعرف؟ نحن كنا أول من بادر إلى دعم هذا القطاع من الشركات، فكنا أول من دعم أرب بزنس كومبيتيشن، وكنا أول من ساهم في صناديق الاستثمار التي استثمرت في لبنان، منها بريتك فاند، بادر بلوك إكويتي فاند، وحاليا تحت تعميم 331 نحن سنستثمر في الصناديق الثلاثة التي أنشئت والتي هي طور الإنشاء، منها ميدل إيست الفاند إمباكت فاند التابع لشركة ميدل إيست فينشر كابيتال، بريتك فاند 2 اند ليب فاند. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه كنا
كنا نبادر دوما الى دعم روح المبادره لدى الشباب اللبناني. اوكي، فكنا اول من ساهم، اول من مول قروض كفالات انوفاتيف، وبحيث بلغت حصتنا من السوق حوالي 33% من قروض كفالات انوفاتيف. شكرا جزيلا لك اذا العضو التنفيذي ومدير مؤسسات صغيره والمتوسطه في البنك اللبناني الفرنسي إليون. أفاق الاستثمار مستمر معكم، حول المزيد عن هذا الموضوع وسنعرفكم على إمباكت فوند لكن بعد فصل قصير. أكثر من سنة على إطلاق المركزي اللبناني التعميم 331، ولكن عمليا تجاوب المصارف التجارية معه محدود جدا حتى الآن. وعوضا عن الاستثمار المباشر بالشركات، فضلت المصارف دخول الفرص الاستثمارية المبتدئة عن طريق صناديق استثمارية تتولى المهمة. فكانت مبادرة إمباكت فوند من ميدل إيست فنتشر بارتنر التي تعرف بـ MEVP، وتمكن الصندوق من أن يجتذب 12 مصرفا لبنانيا تستثمر بحوالي 56 مليون دولار، أي بما يجعله الصندوق الاستثماري الأكبر للشركات الناشئة في لبنان، والأول الذي يمتثل إلى التعميم رقم 331 الصادر عن مصرف لبنان. ويهدف إمباكت فوند الذي أنشئ في ديسمبر 2013 إلى استثمار ما بين 500 ألف و 5 ملايين دولار في كل شركة من الشركات الناشئة التي تعتمد على المعرفة وتركز بشكل أساسي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات المبتكرة المتصلة بالملكية الفكرية. للمزيد حول دور هذا الصندوق ينضم إلينا وليد حنا رئيس مجلس إدارة ميدل إيست فنتشر بارتنرز. أهلا وسهلا بك وليد. سؤالي بداية، أكثر من سنة على صدور التعميم عن مصرف المركزي، لم نرى المصارف تتحمس للاستثمار في الشركات إلا عن طريق إمباكت فوند الصندوق الذي تم تأسيسه. لماذا تتردد المصارف بالاستثمار مباشرة وتفضل عبر الصناديق؟ في مشكلة سمعة كمان، بتعرفي وقت تستثمر مصرف بشركة في مشكلة ريبيوتيشن ريسك، وقت يتشارك مع شخص أو مع مؤسسة معقول تفلس، لأنه هدول شركات ناشئة صغيرة معقول تنجح بس معقول تسكر معقول تفلس. المصرف ما عباله ينزع سمعته بحال استثمر مع شركة ما نجحت. ما برأيي أهيال إنه يستثمروا بصناديق تمويل، ونحن الصناديق شغلتنا نحن نستثمر بهالشركات. هلا غير الريبيوتيشن في مشكلة نو هاو ومعرفة، يعني احنا قلنا فترة صار 4-5 سنين عم نستثمر بشركات التكنولوجيا بلبنان وبالامارات وبعمان وبالقاهرة. المصارف شغلتهم يعطوا قروض، مش شغلتهم يستثمروا برأس المال هالشركات. واحد، اثنين، ما بيفهموا كتير تكنولوجيا، بدهم تيم، بدهم فريق عمل كبير، نحن 11 واحد بالشركة. بقى بدهم استثمارات اكثر من هيك بقلب المصارف ليقدروا يعملوا الشغل نحن عم نعمله. صحيح، ولكن وليد حتى على صعيد القروض التي تشير اليها وليست الاستثمار بمعنى الاستثمار، نرى ايضا تردد من قبل المصارف. ذكرت موضوع السمعه، ولكن القطاع بحاجه الى ثقه خاصه في لبنان، تحدثنا عن دور الذي يلعبه في الاقتصاد، هل هذا مبرر؟ إذا بتسأليني إيه، نعم مبرر. لأن مثلا خليني أقول لك إكزامبل ثالث، يعني غير إنه نحن عم نستثمر وهن بيعطوا قروض، غير إنه نحن متعاطى بالتكنولوجيا، هن بيتعاطوا بغير قطاعات، يعني ما لهم بالعادة يشتغلوا مع قطاعات تكنولوجيا. نحن متعاطى مع ستارت أبس، هن المصاري البانكس، يعني بيتعاطوا بشركات ناضجة عندهم كاش فلو. سو إتس ديفرنت مايند سيت، غير عقلية كومبليتلي. نحن مثل ما كنت عم اقول لك، صار لنا فتره عم نشتغل هالشغله. المصارف اليوم ليبنوا ديبارتمنت جديد ويوصفوا عالم لتقدر تفهم على لغه هدول الشركات الناشئه، بدها استثمارات كثير وبدها وقت وبدها معرفه، ما لنا هينه ابدا. طيب، في اي مرحله تستثمرون من خلال الصندوق في المشروع الذي يتقدم اليكم؟ اجمالا المرحله البدائيه، يعني بيكون بنسميهم ستارت اب فيز. يعني هلا في شيء اسمه سيد كابيتال وفي شيء اسمه سيريز اي وسيريز بي. نحن بنفضل شيء اسمه سيريز اي، يعني اجمالا تكون الشركه اوريدي منشوقه، يكون عندهم اوريدي برنامج او برودكت، ويكون عنده اوريدي اذا بدك تحبي كاستمرز، يعني بلش يصير في مدخول على الشركه ريفينيوز. بعدين بنحب نستثمر بين نص مليون دولار
لل 5 مليون دولار، بس لنقدر نستثمر 5 مليون دولار بشركه ناشئه لازم يكون القيمه هالشركه او الفالويشن تبعها اكيد فوق ال 5 10 مليون دولار، لانه اجمالا بناخذ حصه ضئيله بالشركه، يعني 10% 3% من اسهم الشركه مش اكثر، ما بناخذ ماجوريتي بهالشركه. طيب على اي اساس تقومون باختيار الشركات التي سيتم الاستثمار فيها من قبل الصندوق؟ واستثمرتم حتى الان بحوالي 5 شركات، حدثنا قليلا عن طبيعتها. هيدول 5 شركات استثمرنا فيهم من صندوق الامباكت فاند اللي هو مسنود من تعميم 331 تبع مصرف لبنان، وبحب اشكر معالي الحاكم مصرف لبنان مستر ريال سلامي لهالمبادره اللي رح تغير وجه الاقتصاد اللبناني، اقتصاد المعرفه. بس نحن قبل من هيك مثل ايز فنتشر بارتنر استثمرنا ب 25 شركه بقطاع التكنولوجيا بلبنان وبرات لبنان بلا دعم، بلا دعم مصرف لبنان. هلا مع هالدعم استثماراتنا رح تزيد ورح تزيد اكثر واكثر. هلا اول 5 شركات استثمرنا فيهم هن 5 شركات لبنانيه، واحده منهم اسمها موبينتس، واحده منهم اسمها فاضل بارتنرز، واحده اسمها فيول باورد، واحده اسمها بوكويتي، واحده اسمها سبيدي اللي هي حاضنه اعمال. كل هالشركات شركات تكنولوجيا عندهم يا برنامج يا موبايل ابلكيشن يا عندهم سوفت وير مثلا بيتعاطى بالملكيه الفكريه مثل شركه فاضل بارتنرز. نعم. يا عندهم سوفت وير بيتعامل مثلا بالملكيه بمساعده شركات الاتصالات لحتى يديروا. طيب. سريعا وليد لو سمحت، هل تقدمون فقط تقومون نعم. بالاستثمار ام ايضا تقدمون الدعم سواء من حيث التدريب او دعم اللوجستي؟ لا اكيد نحن بننصحهم كثير ونشتغل كثير معهم على البزنس بلان قبل ما نعمل استثمار. اذا ما اتفقنا على الوجهيه وعلى النظره وعلى اذا بدك على الاستراتيجيه ما بنستثمر. بس دعمنا بيجي من بعد الاستثمار كمان، اكيد ما بندربهم بس بننصحهم وبنعرفهم وبنفتح لهم اسواق، بنعرفهم على كلاينتس على زبونات. سو دعمنا بضل ماشي للاكزيت لحتى نقدر نكبر الشركه. نعم. لنقدر نبيعها سوا. شكرا جزيلا لك. إذن وليد حنا رئيس مجلس إدارة ميدل إيست فنتشر كابيتال كنت معنا أو بارتنرز كنت معنا مباشرة من بيروت. هذه كانت حلقة هذا الأسبوع من برنامج أفاق الاستثمار. لمشاهدة حلقات البرنامج زوروا موقعنا skynewsarabia.com/afaq. إلى اللقاء.